وحصل لي قصة البارحة والله. لكن أسلم أسلم الحمد لله. لكن شوف والله ما يروح الإنسان شيء في طريق الله إلا إن شاء الله في خيرة. الله أكبر. إيه والله طلعت على الدائري يا طول عمر وحس الزحمة زحمة يا طول العمر، وقلت طال عمرك بسوي حيله بطلع ادور لي مخرج. الله والله يجيركم الاثنين ما خرجت والله. طال عمرك وفي ليل طال عمرك وزحام ولا عد دريت هوني رايح كذا ولا كذا. والله يا جماعه الخير والله ما اكذب عليكم ولا حسيت لو ان في مواقف جامعه الملك في جامعه الامام. ايوه والله في المواقف اللي تحت يا ولد يمين يسع عمري ابغى اخرج ما قدرت اخرج. واثري خرجت مع الطريق الغربي اللي يودي طال عمرك لطريق الملك فهد. اي والله وانا مفروض اجي هنا. أيه. القناه القديمه قال المهم يا طال عمرك والله اخذتها وطال عمرك ودورت من هناك ومرني شد الناس ولا احد فاضي لك وزحمه. الله وانا ارجع يا طال العمار واثرني غوي ثاني مره وامسك طريق الملك عبد العزيز جهه البلد. ليش سروي جهه البلد. المهم اي والله وادور ورحت على محل مقر قناتنا ما شاء الله يعني والله ما شاء الله شفت عمل جبار. إيه قادم أحلى. إيه والله قادم أحلى. شغالين. قادم أحلى. جديد ومجلس جديد. لا وعندنا لوكيشنات خرافية. والله شيء. شغل. المهم حصلت والله أحسن ما حصلت. الناس من المتسابقين قدهم يعملون تبع القناة. واستديو القناة كان هناك وسجلنا لكم عمل متواضع. تسلم. لكن أعتبره عندكم يعني أنتم تجملونه. جزاك الله خير. وإن شاء الله تسمعونه في الحفل الختامي. المهم قلنا خلاص عليها وتوكلنا وجينا راجعين. ويوم طال عمرك هذا وقعدت ما أدري وأصلك طريق التخصصي. لا حول. ما وصلت الشرقية والله يا زين أبو. ما وصلت الشرقية ولا شيء. الحين جايبينك من البحر من الخبر على هافمون ولا شيء. لقافت شيمة. ما تستخدم اللوكيشن يا أبو. يا رجال لا عفاشة. والله الرياض أنا لين صار لي زي كذا أرجع للوكيشن. يا حبيبي أبو. يلا أنا رحت عند المعزبة طال عمرك. وأنا أنت قلت اسكتي في عمل في القناة. وأنا طالع. ارتديت من الشباب لكن للزواج. ارتديت من الشباب. اوه رايح للشباب. يا عمر يا ابو سليمان. ايوه يا ابو سليمان كمان.